نتكلم طبعا على ايرادات النادي الاهلي بالالقاب والبطولات اللي حققها الموسم ده بس، الموسم ده بس نتكلم في رقم تقريبا كده بدون آلة حاسبة يقترب تقريبا من ال 180، ما بين 180 و 200 مليون. هاتها انت بقى بالورقه والقلم واحسبها هتطلع كام، وما زال في الموسم بقيه، ما زال طبعا عندنا بطوله الدوري وبطوله الكاس وعندنا بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله في شهر اغسطس. ف خد بالك الرقم ده لم يستطيع اي نادي مصري تحقيقه في موسم واحد على الاطلاق. وضيف على ده الكلام اللي كنت بقوله في البدايه كمان على فكره الحضور الجماهيري اللي بتمثل واحده من اهم مصادر الدخل بالنسبه لانديه اوروبا، واحنا استعرضنا معاكم من شويه مجموعه ارقام خاصه باكبر الانديه المستفيده بالحضور الجماهيري. ولو اتكلمنا على قاره افريقيا والوطن العربي مش هتلاقي فريق ممكن يستفيد من عوائد الحضور الجماهيري زي طبعا النادي الاهلي، ودي واحده من اكثر الموارد الاهلي طبعا محروم منها في الفترة الأخيرة. خلينا نفتح الملفات والموضوعات ونتكلم على مشوار الأهلي في الدوري مع نجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة الكابتن الحديدي عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، ومبروك طبعا على التتويج ال 11 في تاريخ النادي الأهلي. مساء الفل يا ابو حميد، ربنا يخليكم، الف الف مليون مبروك. انا قلت لحضرتك انا كنت موجود معاك، قلت لك هنيجي ونتكلم قبل الماتش، قلت لك هنيجي ونقول الاهلي بالسيناريو اللي كان في القاهره شكل، والسيناريو اللي كان في مركب الخامس شكل تاني خالص. ايوه صحيح، المهم التتويج والمهم البطوله. لا وعن جداره، وعن جداره الحقيقه واستحقاق سيناريو يمكن يكون الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. اه طبعا، هو يعني بص اما يجي لك لقطتين، لقطه محمد عبد المنعم وهو خارج من الخساره اللي كانت موجوده قبل كده ويشاور لهم ويقول لهم هرجع لكم، الحته دي لا هي دي حاجات احنا بنستسهلها. أيوة. احنا بيبقى حاطين جوانا احنا كمدافعين ان الطار في الكوره اما بيرجع بيبقى لازم يكون على حق ان انا اخده. صحيح. اكون انا مقتنع ان انا مقتنع بامكانياتي وباسم فرقتي ان انا اما هرجع هكون موجود، وهو ده فعلا اللي شاور على شعار النادي الاهلي ان اما هرجع لكم انا راجع عشان اخد البطوله، هو اللي احرز الهدف، هو اللي توج النادي الاهلي. طيب عندنا كمان 48 ساعه مباراه مهمه، عوده مره ثانيه لمنافسات الدوري، مهم جدا التركيز في زي ما قال مستر كولر طبعا، واحترم جدا وجهه النظر، كل مباراه على حده الى ان يتم حسم اللقب حسابيا او رقميا. خلينا نروح للنادي الاهلي كابتن عمرو ونطمن من زميلنا محمد توفيق على اول تمرينه مكتمله العدد منذ نهائي دوري الابطال. زميلنا محمد توفيق معانا، مساء الخير يا محمد واهلا بيك. خلينا نعرف منك اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده مع اكتمال العدد لاول مره منذ نهائي دوري الابطال. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم، واحد من ابرز المدافعين في تاريخ النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي بالطبع، وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبجدد بقى المباركه ببطوله افريقيا والف مبروك يا رب دايما في انتصارات وبطولات. وزي ما انت قلت يا احمد دي اول تمرينه والفريق مكتمل الصفوف طبعا بعد عوده الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بالامس، والنهارده كمان عوده السداسي الاخر ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. الحمد لله الصفوف مكتمله بشكل تام، ما فيش اصابات باستثناء فقط يعني للاسف محمود متولي يمكن في اخر التمرين امس يعني حصل له جزع في الكاحل. الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبده طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني فضل انه يخوض تدريبات بقى علاجيه لحين تحديد مدى تاثره بالاصابه ومده الغياب عن الفريق، نتمنى باذن الله تكون حاجه بسيطه ومحمود متولي يكون موجود مع باقي اعضاء الفريق في اقرب وقت باذن الله، ويكون عاون لزمايله في خط الدفاع خاصه باذن الله خلال الفتره المضغوطه جدا يا احمد. يمكن زي ما انت قلت مستر كولر اتكلم بشكل كبير جدا عن مباراه الحرس مع اللاعبين واكد اهميتها، خاصه انها مباراه هتديك ثلاث نقاط هتوصلك لنقطه 65 يعني تنفرد بصداره الدوري العام، وتبقى كمان لسه في رصيدك خمس مباريات مؤجله عن اقرب منافسيك وهو فريق بيراميدز اللي هيكون باذن الله بعد هذه المباراه في المركز الثاني. يمكن النهارده التدريب كان فيه محاضره نظريه للجهاز الفني مع اللاعبين في البدايه، اتكلم طبعا زي ما اتكلم في اليومين اللي فاتوا عن اهميه هذه المباراه وان احنا خلاص تم غلق صفحه نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل تام، احتفلنا وفرحنا بالبطوله ال 11، في مزيد من البطولات جمهور النادي الاهلي محتاجها الفتره الجايه، تركيز في بطوله الدوري حتى وان كان المنافس فيه يعني زي ما بنقول مؤخره الجدول، ولكن يبقى فريق كبير وله احترامه سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين. من بعدها على طول انطلق المران، يمكن طبعا تدريبات بدنيه شاقه جدا، ومن بعدها حالا دلوقتي واحنا معاكم على الهواء في تدريبات بالكره للجهاز الفني وتحفيز بعض الجمل اللي ان شاء الله الفريق يطبقها خلال مباراه حرس الحدود. كمان من اللافتات الطيبه النهارده يا احمد في المران وجود يعني احدى الجمعيات الخيريه ويعني عدد كبير جدا من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه،
كابتن سعد عبد الحفيظ يعني سمح لهم بحضور التمرين النهارده واستقبال لاعبي النادي الاهلي ليهم بشكل اكثر من رائع. يمكن موجودين في المدرج الخاص بملعب مختار التتش في الجزيره هنا بيحتفلوا مع طبعا ابطال افريقيا نجوم النادي الاهلي زي ما انت قلت باول تمرين استعدادا لمباراه حرس الحدود والفريق مكتمل الصفوف باذن الله. يعني التدريب وتقريبا قدامنا بنتكلم في 45 دقيقه وينتهي ان شاء الله كمان بكره في التدريب الاخير هيكون في تمام السابعه مساء، ومن بعدها باذن الله الجهاز الفني يعلن قائمه المباراه واللاعبين اللي هيخوضوا المباراه باذن الله، ومن بعدها يتوجه لاحد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه اللي هيحتضن المباراه باذن الله في 9:30 مساء الخميس باذن الله رب العالمين. ومن بعدها على طول بقى برنامج اليوم باذن الله اللي هيحطوا الجهاز الطبي والفني مع بعض وكمان دكتور التغذيه واستشاري التغذيه الموجود مع فريق النادي الاهلي الاهتمام بالمباراه اكثر من رائع يا احمد زيها زي دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني بيقول كل المباريات في هذه الفتره اهتمام زي ما انت قلت حتى حسم المباراه او حسم بطوله الدوري العام يعني فعليا ورقميا باذن الله رب العالمين. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي الاجواء المعنويات اكثر من رائعه وباذن الله يعني ابطال افريقيا يحتفلوا كمان مع جمهور النادي الاهلي محليا هنا في مباراه حرس الحدود باذن الله كمان يا احمد ان شاء الله. انا شفت علولو وشفت تاو بس ما شفتش ديانج، هل ديانج شارك في التمرين النهارده؟ لا موجود يا احمد بطمنك كل اللاعبين المحترفين موجودين في التدريبات باستثناء بس محمد الضو كريستو اللي عنده النهارده وطبعا منضم لمعسكر الفريق الاول التونسي او المنتخب الاول التونسي، عندهم مباراه النهارده في عنابه مع المنتخب الجزائري مباراه وديه فطبعا هو موجود ونتمنى طبعا انه يشارك هيكون اضافه كبيره ليه. طبعا الغيابات المتبقيه كمان اللاعبين النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الاولمبي اللي بيخوض حاليا او يعني بيستعد لخوض المنافسات او التصفيات الافريقيه المؤهله ان شاء الله لاولمبياد باريس 2024 موجودين في المغرب طبعا اكثر من لاعب، حمزه علاء الحارس الرابع، احمد نبيل كوكا يعني وبعض اللاعبين كمان المعارين لانديه ثانيه كلهم موجودين في المغرب مع المنتخب الاولمبي، نتمنى لهم طبعا التوفيق والوصول للاولمبياد باستثناء كده هو بس الغائب الوحيد محمد الضو كريستو، ولكن بطمنك جميع لاعبي المنتخب موجودين كل المحترفين كمان موجودين. بنكرر ثاني الغياب بس الوحيد عن صفوف الفريق هو طبعا محمود متولي للاصابه بجزع في الكاحل، وكمان شفنا النهارده في التدريبات واطمنا على اكرم توفيق اللي يعني بيواصل برنامجه التأهيل والعلاج بشكل اكثر من رائع. نتمنى باذن الله مع بدايه الموسم يكون كل اللاعبين موجودين وباذن الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد كما ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق. دي اخبار اول تمرينه للاهلي بعد بطوله افريقيا، تمرينه طبعا يعني مكتمل الصفوف لانه طبعا كان في عدد من اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب مصر مباراه غينيا ومباراه جنوب السودان الوديه. مره ثانيه برحب بكابتن عمرو، شايف ماتش حرس الحدود ازاي وشايف النقله ازاي يا كابتن عمرو؟ لانه انت بتتكلم على تتويج ببطوله افريقيا فرحه كبيره جدا ونهايه مشوار يمكن يكون صعب اصعب مشوار خاضه الاهلي في بطولاته السنه دي، ثم فتره راحه لجزء او عدد كبير من قوام اللعيبه الاساسي وعدد كبير استمر في مشاركته مع منتخب مصر، منهم اللي لعب ماتش غينيا منهم اللي لعب ماتش جنوب السودان، وبترجع الفرقه تتلم قبل 48 ساعه من فتح صفحه الدوري ومباراه حرس الحدود. بص المقدمات دي تقلقك او ليها حسابات مختلفه؟ لا اقول لك على حاجه، الراجل قبل ما يكون بيفكر ان هو تم التتويج وفرحوا ورقصوا وغنوا في المغرب 90% هيكون مهتم جدا انه يشرح للعيبه بامور جماعيه او فرديه فترة راحتكم، يعني جزء منهم كبير قوي بأكتر من 9 لاعبين استنوا في المغرب عشان منتخب مصر مباراة غينيا وبعد كده رجعوا، كل ده إجهاد عليهم. نمرة 2، هو الراجل بيشتغل ملف ملف على حدة، يعني عارف الهدف من مباراة الوداد دي تكملة سقية الانتصارات، تكملة كبيرة، أنت خدت بطولة مهمة جدا وكنت يعني مشدود نفسيا وعصبيا، كان الشارع المصري كله عنده نبض المباراة الوداد دي ازاي تحسم بايجابيه وتم التتويج وعلى اكمل وجه باداء ومستوى وفرض سيطره لعيبه النادي الاهلي اللي كان ممكن يخلي المباراه فيها سكور اكتر من مباراه القاهره بكتير بعد أربع خمس يعني. بعد ما تعادلنا ممكن نوصل لاربع خمس اهداف بعد هدف التعادل. في نفس الوقت اتكلم مع اللعيبه ان راحتكم ان انا محتاج كل لعيب فيكم الفتره اللي جايه، احنا اتوجنا ومطلوب مننا المزيد اللي جاي. أنا راجل قالها قبل كده، قال لك أنا راجل جعان بطولات، شوف الراجل قال كلمة بالنبض المصري بتاعتنا إحنا، كلمتنا إحنا، أنا ما بشبعش، أنا عايز تملي آخد بطولات، الراجل دلوقتي هو جمع لعيبته، اتكلم معاهم، خد أجازته، كل واحد ريح بطريقته قبل ما يسيبهم وهو يسافر وهم يسافروا أو هم يبقوا موجودين في مصر أو جزء منهم ينضم للمنتخب، حط نقط وحط ضوابط معينة لكل واحد يتصرف بيها إزاي. رجوعه للدوري هو كفيل قوي أو رجوعه لمباراة الحرس 48 ساعة، أنا محتاج
التحام المواسم اللي بقالها فتره دي محتاج كل واحد فيكم، محتاجه دلوقتي ومحتاجه بعد شويه ومحتاجه في السوبر والمنتخب محتاجه، انتوا الهيكل او الشكل اللي تقدر تتوج. بيحصل مثلا تتويج مثلا لبيراميدز او ظهوره على ارتفاعه على مستوى القمه مؤقت لغايه ما النادي الاهلي يجتاز مباراته المتبقيه. ايوه هو مطلوب. شايف ان في منافسه قويه على الدوري السنه دي؟ بص هو في منافسه بس منافسه مؤقته، يمكن انا قلت اللفظ ده دلوقتي لحضرتك مؤقته، لان انا ايه الاهلي مش موجود. الاهلي بيلعب بره في ماتشات مؤجله ليه اربع او خمس ماتشات. الاربع مباريات اللي انا كلمت حضرتك عليهم دول ب 12 بونت ان شاء الله يكون حليفه المكسب. ال 12 بونت دول بص عد الرقم قد ايه وكله لعب للاسبوع ال 30. انا بسالك على المنافسه في الدوري عشان انا جاي لك على شكل المنافسه. لا احنا شفنا يعني شفنا مستوى الاهلي في المنافسه عالميا وعارفين محتاجين، ممكن نبقى عارفين محتاجين ايه عشان نقدر ننافس بشكل افضل. شفنا مستوى المنافسه افريقيا سواء يعني انا خصيت الوداد وسان داونز بما ان هم اكتر فرقتين يمكن كملوا مع النادي الاهلي واحسن اداء شفناه من سان داونز الفتره اللي فاتت، وشفنا المنافسه محليا اللي الاهلي فيها رغم ابتعاده بفرق بعدد مش قليل من الماتشات لكن ما زال يعني في صداره الدوري وحاسم اثنين سوبر وواحد كاس الاثنين على حساب اقوى منافسين محليا، يعني انجاز التعبير ان انا اسميهم اقوى منافسين بيراميدز والزمالك. فيهمني جدا عشان انا عايز انقلك كمان شويه للمنافسه السنه الجايه. شكل البطولات مختلف، عدد البطولات مختلف، نوعيه البطولات مختلفه، ودي هتستدعي ان تبص للموسم كله بشكل مختلف. بص يا ابو حميد الراجل واقعيته او اسلوبه الاحترافي اما قال لك انا مش لازم اشترك في كل حاجه واعتذر عن الرابطه واعتذر عن كاس العرب، قال لك انا محتاج افكر وابقى جاهز وعايز اقدم اوراق اعتمادي. انا قدمت منها جزء كبير عايز اكون يبقى حقيقي. انت شايف كابتن عمرو ان كولر بعد كل ده يعني هو كل ده مش كتير يعني في عمر او في تجارب المدربين يعتبر مش فتره طويله قوي ما قدمش اوراق اعتماده بس فندم ما قدمش اوراق اعتماده. هل شايف ان كولر مازال في حاجه انه يثبت حاجه لحد؟ لا هو بص مش يثبت، هو اثبت. كلمه المعنى يختلف. هو اثبت. هل محتاج اثبت ليه بقى؟ اثبت ان انا ثعلب مكار، الجمله اللي هفضل اقولها عليه من اول يوم جه مصر، بيعرف يتعامل مع كل مباراه، بيعرف يحترم كل فرقه، بيعرف يسيطر امكانيات لاعيبته ويوفر مجهود اداء لاعيبته بالسيطره التامه على مجريات اي مباراه اذا كانت محليه او اذا كانت عالميه او اذا كانت افريقيه. الفكر بتاعه قرب قوي 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 من وجهات نظر لعيبه النادي الاهلي. الاسلوب بتاعه انطبع على لعيبه النادي الاهلي وبيظهر ده في المؤتمرات وكان بدايه بالشناوي. عدم تصريحاته الساذجه، راجل بيتكلم بواقعيه جدا، عارف هو ماسك نادي قيمته قد ايه على مستوى العالم والمستوى العربي والافريقي، النادي الاهلي شكله ايه، هو عارف هو النادي الاهلي هيوصله لفين رغم بعده عن فترة التدريبات اللي كان إصابته لتغيير المفصل للركبة والكلام ده، هو فين دلوقتي؟ اسمه بقى موجود ازاي؟ النادي الأهلي ضاف له إيه؟ وهو ضاف للنادي الأهلي إيه؟ هو ضاف للنادي الأهلي استعادة ثقة كانت محتاجة التفاق حوالين اللعيبة ومشروع بيعمله مجلس الإدارة مع الخواجة، وصلوا لنقطة معينة وهدف اتحقق جزء بسيط منه، ابتدى الراجل يحب وبامكانياته وبتالق لعيبه النادي الاهلي ابتدى يرجع جماهير النادي الاهلي اللي هو اكتر واحد محتاجها كمدير فني وكلاعيبه، ابتدى يشرح وجهات النظر. المشهد النهائي ان احنا عندنا استعداد نستقبل كم الجماهير والساعه الكامله للاستاد زي ما احنا شفنا. اسلوبه وتشكيك المغرضين في امكانياته واسلوبه على اداره مباراه الرجاء اللي كانت هنا ولا اللي هناك ولا مباراه الوداد اللي هنا ولا اللي هناك، الراجل أخرس للسنة كلها بالأداء بالواقع بالعملي وليس بالنظر. الراجل ما بيتكلمش، بيقول لك كلمني عن القديم أنا ماليش دعوة بيه، أنا ما كنتش موجود فيه، كلمني عن الحاضر اللي أنا موجود فيه دلوقتي، إن النادي الأهلي تم تتويجه لأقوى بطولة من بدايتها. اشتغلنا في الدراما وبعد كده دخلنا في الأكشن بقى، الأهلي دخل السسبنس بقى الأكشن من أول بطولة، من مباراة الهلال لمباراة الرجاء للاتحاد المنستيري للترجي مباراة الوداد هنا وهناد، عملنا التارجت. وقال لك ما تنساش ان انا بتعلم من اخطائي، لو في خطا بسيط حصل مني في مباراه سان داونز عدت حساباتي وعرفت انا بعمل ايه. هسألك سؤال تاني افريقيا. اتفضل. هسألك بقى سؤال محدد. الاهلي فاز بعد معاناه ولا فاز بسهوله؟ لا هو ممكن تقول يعني اللقب ده اللي الناس بتقول فيه دراما وفيه صعوبه واصعب لقب، شايف انه الاهلي عشان يحقق اللقب ده كان فيه رحله معاناه فنيا يعني
في الملعب، انا ما بتكلمش على جمهور، لا هو كان في ولا كان كله تحت السيطره زي ما هو بقى. هنقوله بشكلين، الروح اللي كانت غايبه، الالتزام اللي تواجد، الاداء اللي احنا شفناه اهم حاجه. ايوه الروح اللي كانت غايبه، تراهن على قصه الروح في اللي جاي، في سيبك من المحل، سيبك بكلمك على الموسم الجاي افريقي. طبعا سوبر ليج، تشامبيونز ليج، كاس عالم. موافقك بكل المقاييس. تراهن على ده؟ اتراهن على ده لحاجه واحده. مع الراجل ده الرهان ما فيهوش خساره. هو مش رهان، هو ثقه في امكانيات الراجل. ليه؟ الراجل اللي اتعلمه مباراه ريال مدريد ولا فلامينجو ولا الماتشات اللي لعبها في كاس العالم، عرف هو هيتعامل مع مع كاس العالم اللي جاي بشكل تاني خالص. ايوه باسلوب متطور، باسلوب واقعي. انت مع ريال مدريد 90 دقيقه انت بتهدد مرمى ريال مدريد بكامل نجومه، وما فقدت جزء من تركيزك في الثمان دقايق اللي هم بيقولوا عليهم الوقت الاضافي، خسرت انت الجوله. طب انت خدتني لريال مدريد وده عالمي وكده كده في حته ثانيه. بالظبط، يعني كده كده في حته ثانيه. لكن لما اقول لك انه سان داونز والوداد بقوا تهديد لعرش الاهلي الافريقي في السنوات الاخيره، لا 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 هقول لك على حاجه. ما احنا هنقول ان المباراه الاوليه اللي حصل فيها الخساره كان في مشاكل مع مجلس الاداره، ومن هنا انت خسران إنه والضغط انه الوداد ده نفس فرقه الوداد دي او اغلب عناصر الوداد دي انت كسبانها رايح جاي مع بيتسو موسيماني في قبل نهائي افريقيا بمنتهى السهوله. ايوه طبعا. وفي النسخه اللي بعدها فرقه ما قدرتش توصل للنهائي على حساب فريق يعني مش من اقوى الفرق القاره اسمه كايزر تشيبز. لكن في السنتين الاخيرين في طفره حصلت على مستوى الوداد، زي ما حصل طفره كمان على مستوى سان داونز في اخر موسمين تحديدا، زي ما حصل طفره في مستوى اداء النادي الاهلي اللي بقى مسيطر على الكره الافريقيه اللي احنا شفناه مع الراجل. ارتفاع مستوى الاداء لعيبه النادي الاهلي الفردي والجماعي. الفردي هتحدث بلا حرج، محمد هاني، حسين الشحات، بيرستاو، الو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه. على المستوى الجماعي انت دلوقتي بقيت محتار، اللامركزيه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي انت محتار، هو عبد القادر اللي هيلعب ولا حسين؟ هو تاو ولا طاهر؟ هو قفشه ولا القندوسي ولا عمرو السوليه ولا حمدي فتحي ولا الو ديانج ولا كهربا ولا شريف؟ انت محتار. الراجل بقى عنده روتيشن، التدوير كان عام، دلوقتي بقى مؤقت، بقى عارف هو بيغير ايه وبياخد من مباراه ايه وبيجر الخصم انه يبلع الطعم بتاعه وياخده في حته معينه. ارتفاع اداء النادي الاهلي البدني اللي بقى واضح للناس كلها، بقى فيه لعيبه، بقى فيه الغيارات، المفاتيح اللي انت بتنزلها او بتستعملها في الغيارات بقت مفيده. ايوه. طيب هو الحقيقه الراجل يمكن الناس كانت بتاخد عليه من اول ما جه فكره التغيير المتاخر دي، لكن الحقيقه في كل مباريات كولر، ودي واحده من اهم مميزاته، فكره القدره على انه اداره المباراه نفسها، انه يعمل التغيير اللي ممكن يغير مجرى المباراه. الحقيقه دي حاجه تحسب ليه دايما. انت بص حضرتك هقول لك على حاجه صغيره قوي، معلش قطعت حضرتك يا استاذ احمد. مفيش حد عنده الجراءه في ثقته في اداء لعيبته ان انا اغير حمدي وحسين وكهربا واخلي تاو وبعدين اغير طريقه لعبي، اما المدير الفني فاندنبرج يغير ويلعب بامين فرحان فيرويد، الاعب رامي ربيعه، واغير طريقه اللعب من 4-1-4-1 ل 3-5-2 واستحوذ على المرتده باداء عبد القادر وامكانيات وتالق قفشه واستعاده امكانياته اللي رد بيها على الناس كلها السوليه. مجموعه حاجات هو الكسبان فيها، استعاده السوليه، رجوع كهربا، تالق احمد عبد القادر، شريف، رامي ربيعه. بص انت بتجيبني منين لفين؟ انت بتجيبني في وقت انا محتاج ان انا العب باتنين مساكين عشان عندهم اطوال، صامبو ولا امين فرحان، فهلعب عبد، همسك ياسر ابراهيم، همسك رامي ربيعه، واخلي في اريحيه محمد عبد المنعم. سيرد باك بيتعمل منه جمل معينه في الكور الثابته بالربط ما بينه وما بين علي معلول في التوقيت والارتقاء في الطلوع. هدف كل الناس بصت الكره رايحه فين، اللي خلى الناس كلها تقول الهدف دكه النادي الاهلي في السبرنت اللي اتعمل على الرايه. صحيح. ومناسبه سفين فاندن بروك المدير الفني للوداد في واحد من تصريحاته بعد النهائي، ايوه، بيقول انه الاهلي يقدر يكسب افريقيا كل سنه في اي وقت، او في اي وقت. قال لك يقدر يرجع كل سنه محقق البطوله، ودي دلاله كبيره جدا. تعبير اعتقد انه صعب على اي مدير فني، خصوصا لما يكون مدير فني لنادي كبير ونادي مرشح دايما لتحقيق لقب اي بطوله ان هو يعني بياخدها او بيشارك فيها، فلما يطلع منه تصريح في حق ده اعتقد انه يرد على كتير من الالسنه الحقيقه، سواء اللي هجمت مستر كولر او اللي شكتك محمد
في قدره الراجل ده قال تصريحين. الراجل ده كان ليه تصريحات معايا هنا، لا تصريح هنا قبل ما يمسك مكان جريده بالظبط. قال لك بايرن ميونخ الكره العربيه والاهلي يروح كاس العالم في اي وقت. والتاني حاجه يقول لك النادي الاهلي لو راح بطوله افريقيا في اي وقت يقدر يحقق البطوله. صحيح. امكانيات المدير الفني واحترامه وذكائه رغم صغر سنه ان هو راجل مدرب كويس، عارف ان هو بيلعب مع هرم كبير. عارف هو الهرم ده بيوزع امكانياته. الاسد اما بيطلب ان هو يكون وسط الغابه بيكون الاسد ذكي، بيعرف يتعامل ازاي. الاهلي اما الناس شككت اطهر الطاهر ويوسف بازوق والاسماء اللي حصلت على مدار وجودنا، الاهلي حسم الموقف من مباراه القطن. وانا كنت مع حضرتك قلت لك ايجابيه مباراه القطن بالنتيجه الايجابيه وعدد السكور هتفرق مع النادي الاهلي الاربعه. بعد كده الترجي علي معلول قال لك انا حسبتها غلط، لعبت النادي الاهلي بفكري انا والاهلي سيطر على مجريات المباراتين هنا وهناك. رغم المؤثرات اللي حصلت للنادي الاهلي بدخول الجماهير في تونس في رادس وما كانش موجود جماهير، ونزل المنسق العام للاتحاد الافريقي وخرجهم وعملوا مكبرات صوتيه. الاهلي كان هدفه رياكشن اللعيبه، انا بسخن مش مع المدرجات. ارجع معاك للدوري تاني، شايف ماتشات الاهلي عموما قبل ما اتكلم على ماتش حرس الحدود يوم الخميس، شايف ماتشات الاهلي في نهايه المشوار ازاي مع وجود طبعا افضليه انه في فوارق كبيره بينه وبين المنافسين؟ بص هو في ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا احسم المباراه شكلا وموضوعا واخد مباراه كل مباراه على حده ككاس. أيوه. مباراه من مشهد واحد المكسب بس عشان افضل متعلي على ارتفاع القمه بالظبط كده. نفسي. اثنين اتفرج على كم من اللعيبه ان انا اشوفها واطمن عليها. يبقى عندي الغيارات مستريح، اطمن على محمود متولي، اطمن على خالد عبد الفتاح، ادخل طاهر اشوف اخباره ايه، احط رؤيه نهائيه قبل ما يطلع مني اي قرارات ويطلب مني تقرير في نهايه المباريات. اجهز لعيبتي اللي انا عايز اكبر كادر ممكن الفرصة منها. الفرصه ما زالت قائمه امام الجميع يا كابتن عم؟ طبعا. هديك مثال بسيط قوي بره الموضوع خالص. سنه 94 ألان هاريس انا وكمونه وابو الذهب، لا كنت انا وابو الذهب ومشير. وقال انا مش في احتياج ليكوا، لو كنت عارف ما كنتش جبتكوا. كان فاضل اربع ماتشات لعبت انا ومشير وهادي خشبه لعب ليبرو. كان جمال متعور ساعتها، جمال السيد، جمال السيد كان متعور وكابتن علاء عبد الصادق كان متعور، لعبت انا ومشير وهادي وكابتن هادي الاربع ماتشات. بعد ما خلصنا الراجل واحنا قاعدين في الاوضه نده لنا ونده الكاب شطه، قال لن اتخيل دفاع النادي الاهلي من غير عمرو الحديدي ومشير وانا بكتب تقريري بوجودكم. جه بعديها هولمان ايد نفس الكلام. فانت كان ماتشات ايه؟ شبين وكسبنا والترسانه، جمهوريه شبين والترسانه والمصري والاسماعيلي المباراه الفاصله في اسكندريه 4-3. خلاص الموضوع منتهي. المباراه دي يا ابو حميد فيلم يعني هفضل طول عمره موجود. في ناس ممكن تقول لك انا بره الحسابات. لا بره الحسابات انت اللي بتهمد نفسك. مباراه واحده ترجعك من ابعد مسافه. من ابعد مسافه. هقول لك على حاجه. مباراه اعتماد مصطفى شوبير شفناها كتير في مباراه قبل كده. وشفنا مباراه امبي وسيراميكا والجيش. مباريات اعتماده انت لو مدير فني او اي مدير فني بره كولر يقدر ياخد قرار ان الحارس الاساسي بتاعه محمد الشناوي بنسبه شفائه 75% في مباراه زي دي هدي لمحمد الشناوي. امكانيات الراجل وثقته في كل اللي موجودين، انا بحتفظ على اسم الشناوي وانا برضو امين ان حراسه مرمية غنيه بالاسماء اللي موجوده اذا كان مصطفى ولا علي ولا مصطفى مخلوف. لعب واجاد لبس توب نوير ادى الاداء اللي احنا شفناه. حد في مصر عنده الجراءه يعمل موقف زي ده؟ ده لو الشناوي اصابته 20% سليمة و 80% مصاب سليم، لا انا هلعبه. اي حد هلعبه لا بص الراجل ما اداش الموضوع اكبر من حجمه. قال لك انا بطمن على اللعيب بتاعي عشان عندي مباراه اخرى في المغرب، وفي نفس الوقت انا واثق في امكانيات المدير الفني اللي معايا ميشيل يانكون وامكانيات لعيبتي اذا كان حراسه مرمايا لعلي لطفي اللي اقرب للعب ودرجه شفائه اكبر من الشناوي، وفضل ان يكون مصطفى شوبير ويكون مصطفى مخلوف موجودين رغم كمان اصابه حمزه علاء. الهدوء وذكاء الراجل ما خلاش الموضوع ياخد اكبر من ثواني في تفكيره. لا وهو المطب الصناعي اللي ما كانش حد يعني أيوة. متوقعه كان فرصه لشوبير انه يتالق وياكد للجميع الحقيقه مش بس الجهاز الفني ولا اللعيبه اللي معاه في الفرقه ولا اداره النادي لكن الجمهور قبل كل دول اوراق اعتماد من اوسع الابواب. في مباراه مش محتاجه المزايده. ايوه مباراه نهائيه
مباراه نهائيه، واول لما انت فكرت لما خلصت يعني 2-1 خلاص الفرصه ما زالت قائمه. مين طبعًا تتمنى انه ياخد فرصه في اللي جاي؟ يعني بص يعني اتمنى اشوف ايمن اشرف ناجح لعدد كبير من اللعيبه اللي كل اللعيبه كولر بشكل رائع بصراحه، كل اللعيبه اتشافت. أي كل اللعيبه خدت، شفنا فخري وشفنا كوكا وشفنا محمد اشرف، شفنا كتير. اتمنى للشكل العام ولاسم النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي اشوف ايمن اشرف في الاربع خمس ماتشات الجايين. امنيه مش فرض. كان يعني عارف مين مكانك امبارح هنا؟ كابتن ماهر همام. واختار نفس الاسم والله. ما كلمنيش في التليفون، ما اتفقناش والله. هو حبيبي يعني واخويا الكبير ايمن كابتن اجماع عليه انه لازم ياخد فرصه. هقول لك ليه بس يا ابو حميد. كابتن النادي الاهلي ابن من ابناء النادي الاهلي، مجموعه عوامل كنا واحنا محتاجينه في وقت الشده كنا بنلاقيه باك ليفت موجود، سيرد باك موجود. لو هتتمنى تشوف مين هقول لك اشوف اكرم واشوف كريم فؤاد واشوف كل المصابين واطمن على محمود متولي وربنا يشفيه ويعافيه، التواء كاحل هبندج رجلي كويس وهبقى موجود مع الفرقه. كل الفرقه بسم الله ما شاء الله. محمد بيقول لك منتقل من الاستاد، تيتش بيقول لك اللعيبه كلها جاهزه. برضه نقول اللعيبه كلها جاهزه واللعيبه كلها على اعلى استعداد للمشاركه. اما يقول لك خد تأدي لنفسك لاثبات الذات ولناديك انك يفكر فيك من اول وجدود يعيد التفكير ليك. أيوة. لكن ده ايمن اشرف، انا بكلم بقى ايمن اشرف نفسه، انت في اي لحظه ايمانك بربنا انك انت كويس، اي خواجه انه مش هيعرفك، ما ليش علاقه بيك. هو عايز حاجه واحده بس، مصلحته امكانياته وادائك، انت تبقى جاهز عشان لما تأدي يبقى اداء بحكم بنتيجه. صحيح. الماتشات اللي جايه في ناس بتشوفها صعبه لانه تفنيش الدوري، سواء اللي بيصارع على نقطه تهربه من 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 فكره انه يبقى قريب من الهبوط، سواء اللي بيصارع على نقطه عشان يقرب من قدام يحسن ترتيبه، سواء اللي عارف انه بيلعب وحش افريقيا وبطل القاره فبالتالي الدوافع عنده موجوده انه انا اكسب البطل فانا بقيت بطل. يعني الناحيه المعنويه دي هل شايفها صعبه بالشكل ده ولا سهله على العكس تماما؟ سهله لانه الفوارق بين الاهلي وبين تقريبا كل الانديه المحليه بقت كبيره جدا. هقول لك على حاجه، اول حاجه هقولها للنادي الاهلي، انت مطلوب منك مسيره المكسب والبكره اللي بتكر مكسب بيجيب مكسب. ده اول حاجه. والعكس صحيح؟ لا مفيش العكس صحيح. مفيش العكس صحيح. النادي الاهلي هيبقى عارف هو عايز من المباراه ايه. الاهلي عايز يبقى إيه؟ الراجل بيجهز لعيبته ازاي، الراجل بيخش المعسكر لعيبته هدفها ايه. التسعه اللي كانوا في المنتخب تراهن على اشراكهم في المباراه يا كابتن عمرو؟ هدي على مراحل يعني، التسعه هيبقوا موجودين بس فترات الراحه بتاعتي هتبقى موجوده من مباراه لاخرى. يعني مثلا بدل ما انا هبدا بقوه الضربه حققت ابتدي اغير. الماتش اللي بعديه كلهم بيحترمهم كولر ايا كان الاسم، بس في نفس الوقت ما تحرجنيش. انا بحترمك بس هزيلك احترام انك تتصور معايا، مش بحترمك ان انا اخليك تخش معايا في الجيم وتحقق اللي حضرتك بتقوله ان انا ابقى كسبت البطل. تمام. اللي لسه محقق بطوله افريقيا انا بحرجه؟ لا. كل واحد فيهم الجزء اللي في اسفل الجدول عايز يطمن نفسه ان هو يبعد عن طبعا الهبوط، واللي في النص هو طمن نفسه من بدري. المقصود كابتن عمرو في النهايه مستوى الشراسه في الماتشات اللي جايه بصرف ايجابيته بنتيجه ايجابيه بالمكسب. اسم المنافس وترتيبه او موقفه في جدول الدوري هتكون ماتشات يعني مش سهله. اعتقد ان كولر مع حضرته مع لعيبه النادي الاهلي ان المباراه عباره عن كاس. اكسبوا الثلاثه بونت واستحواذ واداء ونتيجه عشان تفضل على قمه الدوري. الفترات المؤقته هي لانشغالك ببطوله اخرى كده انت ما وراكش حاجه. الخمس ماتشات او الدرس اللي احنا اتعلمناه من موسيماني ان انا كنت بفكر في افريقيا ومش مدي اهتمام بنسبه 80% للدوري، لا انا دلوقتي بفكر في افريقيا وحققت والدوري ارجع للمشهد هو بنسبه تركيز 150%. صحيح. وبنسبه الدوري اسالك على دوري الدرجه الاولى صعود ممتاز به. يعني شوف بتشوف ازاي طبعا بنهني بلدية المحلة اعتقد بلدية المحلة وزيد والجونة على يعني زي جونة طبعا مش جديدة على الدوري الممتاز ولا بلدية المحلة. انا فاكر انت يمكن كنت في الوقت اللي انت بتلعب فيه ده بلدية طبعا فرقة من فرقات محترمة طبعا حاج احمد شعراوي طبعا قدمت نجوم كتير للكرة في مصر. بص في ناس كتير قوي لعيبة كرة بص في ناس كتير قوي ما تعرفش لعيبة البلدية كويس. يعني مثلا رضوان بتهيألي ياسر جه
ياسر رضوان وعماره، محمد سمير وكابونجا، عصام عبد المنعم من احسن لعيبه نص ملعب في مصر. النني عندهم الليتي، ايهاب الليتي، لا عندهم اكرم عبد المجيد وعندهم اسامه حامد وعندهم محمد درويش وعندهم احمد فاروق، لا لعيبه كره هايله، والحاج حارس مرمى وياسر رضوان وراغب، عندهم لعيبه كتير، ووالد النني ناصر، ولد محمد، لعيبه كتير، ناصر لعيبه عاش، ولاعيب كبير، لعيب كبير كبير يعني، فاللعيبه كتير كتير جدا. اللعيبه اللي جايه بتعمل لنفسها، انت دخلت دلوقتي الوصيف هيلعب دوري محترفين، بس عندهم انا عايز اقول لك ان المنافسه في الدوري الممتاز به يعني لغايه اخر ثواني في الماتشات، مش اخر ماتش، اخر ثواني كانت ضرب نار. انت ما كنتش متوقع مقبره المنصوره وطنطا وزد و المنصوره وطنطا والبلديه كانت بتلعب ديكيرنس اعتقد، ايوه كسبت اربعه، والاثنين او ثلاث فرق من دول بينافسوا على مركز اول، هم ديكيرنس لو كان كسب كانت دخلت في حته ثانيه، السكه الحديد لو كان كسب كانت دخلت في حته ثالثه. انت في الوقت ده من بعد صعود زد والبلديه والجونه، خد من الثاني للرابع أربع فرق في ثلاث مجاميع، هتضم بقى دوري المحترفين يبقوا 12 فرقة، ونازل ثلاثة من فوق، ده أفضل طبعا بكتير، نازل ثلاثة من فوق يبقوا 15. أيوة. وهتاخد أحسن سادس من الثلاث مجاميع يلعبوا بعض عشان تطلع واحد ما بين الاتصالات وما بين بروكسي وما بين المنيا، هتختار فرقة واحدة تكمل ال 16 فريق. ده الشكل الجديد لدوري ممتاز بيه بالظبط كده، وده أفضل بكتير من فكرة الثلاث مجموعات اللي هتشوف بقى، شوف منافسة قوية، منافسة قوية، تقدر تعمل منتخب محليين منهم كويس جدا، تقدر تقول ان انا عندي بدائل، ان يبقى اسلوب التدريب او المشروع كمنتخب للدرجة الاولى شكل، وهو هو نفس المحليين، يبقى المسافة قريبة، اما تيجي تتضم ما تتخضش، تخش على طول، المعركة شغالة، الفترات اللي جاية فيها شغل كتير. صحيح. اروح معاك لمنتخب مصر، ازاي شفت شكل المنتخب مع روي فيتوريا في الماتشين، سواء الرسمي مع غينيا او الودي مع جنوب السودان؟ بص يا ابو حميد، النادي الاهلي انا اسف، منتخب مصر الفتره دي بشوف لازم هو النادي الاهلي يقول لي بقى هو طرب. منتخب مصر تالق مستوى لعيبه النادي الاهلي بالظهور الفائق والتتويج ده هو العائد على منتخب مصر من ايام ما كان مانويل جوزيه شغال لغايه اما روي فيتوريا شغال. انا مسميه الجريء اللي بيدور على المكسب ايا كان شكله. فيتوريا روي فيتوريا الجريء، ازاي اكسب روي فيتوريا، ازاي اكسب 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 عشان اعمل حد. الماتش الوحيد اللي احنا حسينا بيه ان احنا شفنا شخصيته هو المباراه بتاعه بلجيكا اللي هو كانت قبل كاس العالم. بعد كده انت لعبت جنوب السودان، انا بقول هي تمرينه لتعارف الجماهير بكم من اللعيبه، زي بيكهامب وزي محمود مرعي وزي حماده محمد كده وغنام محمد ويحمد ياسر، شفنا اسماء كتيره موجوده. ايه رايك في غنام مصطفى فتحي؟ ايه رايك في غنام محمد؟ لعيب كويس من ايام ما كان موجود في فاركو، لعيب كويس، وهو بص لعيب كويس، بس انت عايز تطور من نفسك. غنام ولا بوبو؟ محمد؟ غنام محمد ولا محمد رضا بوبو؟ لا السؤال ده انا بسالك، باخد رايك في لعيبه، اتنين لعيبه. بص هو بوبو جريء اكتر، شخصيه اكتر. لو قلت لي مثلا تقارني اربع خمس لعيبه ليهم شخصيه في الملعب هتلاقيهم قليلين قوي. محمد عبد المنعم، امام عاشور، محمد رضا بوبو، فتوح، عمر كمال، جريء، مش بخير، ناصر ماهر، اللعيبه اللي عندها شخصيه حتى لو لعبت مع الكبار. انا برضو بفرض امكانياتي، ببقى موجود يعني. شوف سيب الماتش كله، الكوبري البسيط اللي حط رضا بوبو لمدافع للهاف بتاع فريق جنوب افريقيا، لا لعيب بعملها على مرحلتين، بستلم وبلف وانا احضر وبعمل الهجمه. مصطفى فتحي في حاجات كده بتديك احساس راجل ليه شخصيه بيأدي. في ناس تقول لك التكوين الجسماني، ما الموضوع مالناش دعوه بموضوع التكوين الجسماني، بس بالظبط كده. ونيمار يعني مش الاجسام الكريستيانو ولا بروموفيتش، وصلاح مش الاجسام الكبيره قوي اللي احنا بنشوفها، لوكاكو والاسماء الكبيره، او الاجسام دي احنا بنقول امكانياتك، ممكن تبقى جسمك قليل بس مهارتك فرض على كل حاجه، وسرعتك، حسين الشحات او بيرس تاو اهو. ايوه انت بتعلي كفه اي فرقه، اطراف النادي الاهلي هي طيارات بلا وقوف، طيارات بلا مهبط، بيروحوا يخلصوا ويرجعوا. عبد القادر نفس الكلام. الراجل جريء، بس هترجع في الاخر تقول على قد المشروع اللي انا متواجد فيه على مدار الاربع سنين، متوسط الاعمار اما توصل لكاس العالم هيبقى ايه؟ أيوة. لازم تجمع، هو اتكلم في ده كابتن، لازم تربط. شايف يعني كتير لما كنت بتكلم على فتره ما بعد الجيل الذهبي مع كابتن حسن شحاته، والمدارس الفنيه اللي احنا رجعنا لها، ما حضرتش، كانت ناس تقول لك كتير جدا، كانوا يقولوا لك اصل ما كانش في ربط بين الاجيال،
اصل مره واحده حصل فجوه بين الجيل ده والجيل اللي بعد منه. هو 2006 و2008 و2010 الراجل وهو شغال مش كان بيجمع؟ شفنا جده وشفنا، لكن بعد ده كتيرة. قعدنا فتره ليه؟ عشان ما عملتش مشروع، ما حددتش. هل شايف ان في مشروع في جيل تاني يربط بعد جيل؟ يعني انت النهارده بتتكلم على صلاح كام سنه، النني صراحة هيبقى كاس العالم 35، الشناوي هيبقى 36 سنه، الحارس ما بيتحسبلوش كده، ماشي. حجازي 35، بنتكلم يعني على متوسط، كل دول اعمده رئيسيه لما تيجي تحسب متوسط اعمار منتخب هيخشوا في الحسابات. ما انا هقول لك على حاجه، حجازي كام سنه؟ هيبقى 35. السوليه كام سنه؟ هيبقى 36. حسين كام سنه؟ الونش كام سنه؟ هيبقى 31. يعني انت بص انا بديهم لك بالظبط، بس انت بقى بالترتيب. هل شايف الجيل اللي جاي بعد منهم؟ عبد المنعم، ياسر ابراهيم، اسامه جلال، هاني هيبقى 28 سنه، فتوح، امام عاشور، بوبو، اكرم توفيق طبعا، مروان عطيه، اللغز. ما هو دلوقتي احنا عندنا الغاز زي ميكي ماوس والحاجات بتاعت مروان عطيه، لغز جديد في الحته دي بيحل لك مواضيع. انت تقولي هتبص على البعيد، يعني شايف في جيل في لازم بقى هو من دلوقتي يجمع ما بين حاجتين، وانا شغال الفتره بتاعت اللي جايه كلها عينيا على الاسماء اللي تنضم تبقى بنفس المستوى للسن اللي هيبقى كبير. بعمل ربط من دلوقتي، بجمع، هو مش بجمع 40 45 لعيب عشان استقر على ال 16 هم أيوة. لا، ال 40 لعيب انا بجمعهم وانا متاكد ان هيحصل منهم فلتره معينه اوصل ل 30، مع اخذ في الاعتبار اللعيبه المحترفه في اوروبا اللي من عند حضرتك هنا، برامج النادي الاهلي جابت اللعيبه دي كتير جدا، دور عليهم، شوفهم، ضم اللعيبه دي مره واتنين وعشرة، اعمل لهم تدريبات مع مدير فني، تحددوا اسماء مصر كتيره جدا اللي بتفهم يعني ايه الملف الاوروبي، اولهم الكابتن هاني رمزي. اما تحط اسم زي ده موجود يختار اللعيبه الاوروبيه اللي في الخارج دي، تفلتر منهم وتطلع منهم مش عايز اكتر من 10 على المجموعه اللي موجوده، يبقى انت وصلت للتارجت اللي انت عايزه. شايف ازاي التحضير لسيزن صعب جدا على مستوى الانديه والمنتخبات؟ السنه الجايه عندك اولمبي في اولمبياد باريس، عندك اول في امم افريقيا في كوت ديفوار يناير، عندك على مستوى الانديه المنافسات او المسابقات التقليديه، ويضيف عليهم بطوله عربيه مستحدثه، ويضيف عليهم بطوله سوبر ليج مستحدثه، كاس عالم للانديه، وكاس عالم الانديه خلاص احنا متعود، يعني بقى جزء من الروتين بتاع الاهلي، احنا بقى لنا 3 سنين كل سنه كاس عالم انديه. القوام الرئيسي يا ابو حميد ده موسم ده صعب وشاق جدا، انت بقالك 6 سنين. لا بس الموسم اللي جاي كمان يزيد عليهم، هيبقى اصعب. هيزيد عليهم اولمبياد، هيزيد عليهم كاس عالم، لا مش كاس عالم، بطولة امم، كاس سوبر افريقي، وهيزيد عليهم بطوله عربيه للانديه هيشارك فيها اعتقد، يعني ما اعرفش الموقف مش واضح، بس يعني اللي متقال انه الزمالك احتمال يشارك فيها، تمام، وبطوله امم افريقيا، ده دي بطولات زياده عن بطولات الموسم الاخير. هو ده بقى، هو ده المشروع اللي ظهر على جيبين كولر. كولر عارف ان هو الاهلي بالقائمه كامله، مش جزء والباقي كله مهمش، لا أيوه. القائمه كامله بما فيهم التدعيمات القادمه. انت عايز ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج مين؟ هتشتغل ازاي؟ صبرت على قد ما صبرت انك شغال، وانجزت على قد ما انت انجزت، وحققت اللي انت عايزه. أيوه. اللي جاي بقى ملفك اللي جاي، لازم لعيبه النادي الاهلي قائمه كامله، تبقى انت محتاج من كل لاعب اقصى عدد، اقصى عدد تقدر تطلعه من قائمه الموسم ده بدون اسماء، انا بتكلم في عدد، في رقم يعني. هخرجهم؟ ولا ضمهم؟ لا ما انت هتخرج عشان تضم، وانت هتضم ازاي من غير ما تخرج؟ لا بص هقول لك على حاجه، انت هيبقى عندك جزء كبير قوي هيبقى اعارات للناس الصغار او للناس الكبيره، هتبقى شامله الدول العربيه، واللي محتاج من الدوري المصري كل الانديه اللي لسه صاعده هتبقى محتاجه التدعيمات دي. اعتقد ان النادي الاهلي لو جيت بصيت على الجدول لل 18 فريق، في كل نادي في 3 4 لعيبه من النادي الاهلي. فزي ما بيقولوا ايه، الفلتره اللي موجوده داخل قائمه النادي الاهلي بيستفيد فيها الفرق الاخرى. ايوه. انت الفتره اللي جايه هتقول هتخرج من 6 ل 8 لعيبه. من 6 ل 8 لعيبه. من معظمهم اعارات ومنهم صغار السن او كبار. اهم المراكز المضموم هم 4 لعيبه. المضمون خروجهم يعني، المضمون اللي يتضم للنادي الاهلي 4 لعيبه. مراكز ولا اسماء عايز تقول؟ لا انا اقول لك مراكز. حته الفيرود دي ما فيهاش كلام يعني، بجوار شريف وبجوار كهربا هتبقى محتاج فيرود، الفيرود اللي انت محتاج تحمل عليه، اللي صبرت عليه الانتقالات الصيفيه والشتويه والصيفيه تاني. فانت محتاج فيرود بمعنى كلمه فيرود، محتاج صانع العاب معين، باك ليفت،
واحد في قلب الملعب في حاله خروج اي حد من اللي في موجودين في العمق. تمام، هرجعك مره ثانيه عشان انت خدتني برده لفيت بيا ورجعت للاهلي. عايز ارجعك لمنتخب مصر، شايف ايه اللي مطلوب من فيتوريا في اللي جاي عشان تروح لامم افريقيا يناير؟ وانت اكيد على مستوى الجماهير، انا ما اعرفش طبعا الديل بيني وبين الاتحاد قصه كاس العالم، فكره انك مش مطلوب منك تحقق لقب افريقيا، وصعب انك انت تروح يعني تطلب من مدير فني حتى لو كان مدير فني لمنتخب مصر ولا مغرب ولا كوت ديفوار انه يحقق لقب، لكن فكره انك تروح جاهز على الاقل عشان تنافس. اروح المشروع اللي انت هتبدا منه واحنا عارفين انك جريء وراجل محقق تارجت في المكاسب على مدار وهجومي، تبقى عامل ربط للمسافه البعيده. كلمة خطة مشروع هو طويل المدى. الدعم للإيجابيات هتزيد وتقليل السلبيات هو اللي انت بتستبعده. كم اللعيبة اللي هتضمها هي لازم تقنع بها الناس، مش هم المجموعة اللي احنا عارفينها. لو جبت اي حد تقول له حط 11 هيحط لك ال 11. بس هو كل اختياراته كان موفق فيها كابتن، اختياراته احنا عايزين بقى يعني اختياراته بقى للمشاركات الاحتكاكات. كل ما الاسم كبر انا بزيد الاحتكاكات. انا بزيد عليها علامه استفهام بالنسبه لك طبعا. انا لسه بقول لك احسن من التمرين الودي ما بين فرقتين. انت لو عملت فرقتين من منتخب مصر اللي مضمونين المعسكر تعمل فرقتين جامدين، تعمل منتخب الف وبها اقوى من بعض وتحتار وانت بتختار. بس لما العب مع حد جامد زي بلجيكا، رقم واحد التصنيف، رقم اتنين الاستفاده، رقم ثلاثه انا وصلت فين، امكانياتي وشغلي وترتيباتي مع اللعيبه وصلت لغايه فين. يمكن انت مش عايز تجهد اللعيبه اللي مشغوله بقى لها فتره. برضو تاني تألق الخمس ست فرق اللي في أول الجدول للدوري العام على رأسهم النادي الأهلي بيسهل كتير قوي للاختيارات للمدير الفني، وبيحل ألغاز جوه دماغ المدير الفني في الأداء. محمد هاني كان من فين بقى بكرة المنتخب الأساسي. مروان بقت طريقة النادي الأهلي اللي اكتشفها كولر في مروان بقت أحد الأعمدة الأساسية لأسلوب لعب موجود عند روي فيتوريا. كهربا الراجل لما جه في الاول قال لك انا ما شفتش الا اثنين هم اللي لفتوا نظري، وليد سليمان وامام عاشور. واول ما شاف كهربا في الماتشات اللي اتلعبت زي سموحه قال لك الراجل ده فكره حلوا لي مشكلته. واول لما بيأدي كهربا بيكافئ روي فيتوريا، اما بتديني بأدي وبجيب اهداف. زي ما كولر قال لك الفكره المجنونه جت اديت كهربا بقى هداف دوري افريقي. الاولمبي عنده بدايه امم افريقيا اللي اتأهل اولمبياد باريس، هو ده اللي عنده الموضوع صعب. يعني لعيبته ميكيلي اللعيبه والتجميعه والانسجام. انت لما هتيجي تفكر تقول هاخد من المجموعه دي حد يدعم فوق، مش هتطور غير ابراهيم عادل بس. مش هتلاقي غير ابراهيم عادل بس. ولو هتضم اسماء تكمله الصوره، اما يلعب ويبقى متواجد ابراهيم عادل بس. مفيش تاني. يعني مش متوقع انه يقدر ينافس على بطوله افريقيا، او خلينا بلاش ينافس يتاهل على الاقل اولمبياد باريس. يتاهل بس 60-40. في معاناه يعني. معلش. خلينا واقعيين، احنا بندعم بقلوبنا وبنقول احنا واقفين، بس في فرق اما يكون اللي انت بتثق فيه بتقول له انا واثق فيك 150% غير ما تقول له انا واثق منك 60%. انا لما كنت بقى نادي الاهلي موجود وهو بيلعب كل الناس قالت لك انا واثق تركيزي وادائي في الوداد 1000000%. الثقه دي بقى نابعه مننا ومن اللعيبه ومن الجهاز ومن كل حاجه. اللعيبه نفسها بقى من المباريات الوداديه اللي بتلعبها انا ببقى ايجابي. زي ماتش سهل كوت ديفوار اللي لعبته، الشكل العام انك تبقى مسيطر ومدي دعم من هنا قبل ما تسافر انك هتحقق حاجه معينه، بقول لك 60-40. ما عجبكش او ما اخترتش من منتخب مصر الاولمبي غير لاعب واحد بس شايف ان هو اللي يصلح انه ممكن يكون في ليفل اعلى؟ عايزين شغل ده منتخب شغل. مصر اللي كان مع كابتن شوقي اللي هو لاعب اولمبياد طوكيو ده. لا انت بتتكلم عن حاجه وحاجه بتاع كابتن شوقي. ايه الفرق يعني؟ انت بتتكلم في مصطفى محمد، وبتتكلم في رمضان صبحي، وبتتكلم في ناصر ماهر، وبتتكلم في بيكهام، وبتتكلم في محمد عبد المنعم، بتتكلم في كلهم دلوقتي الدوري الممتاز كلهم بيلعبوا. ما هو ما كانوش كده ساعتها يعني. هو لولا مستر موسيماني طلع اكرم توفيق في الحته اليمين، ما كانش اكرم نور قوي كده زي ما نور مع موسيماني مثلا يعني. حصل حاجات امام عاشور مع او عبد معلش عبد المنعم قبل بيختاروا كيروش في منتخب مصر في بطوله افريقيا نص مصر ما كانتش تعرف مين مع كويس محمد عبد قوي المنعم. بس انت لما اديتني لقيتني لعبتني باك رايت على حساب اكرم ان كان عنده اصابه، واما اتعور حجازي لعبت عمر كمال عبد الواحد ودخلت محمد عبد المنعم ليبرو. اجاد لك في المكانين العجينه اللي تقدر تتشكل زي ما انت عايز. وهو دلوقتي على المستوى التصاعدي بيزيد، واضح احسن سيد باك في مصر واحسن سيد باك في افريقيا. ليبرو مساك
واحسن لعيب في مصر موسم 22 23 محمد عبد المنعم، رغم ان هو مدافع، ما هو ده الجديد امكانياتي واسلوبي. اما كوليبالي يقف معايا بتاع السنغال ويتكلم معاه، في ناس تفهم الكلام غلط، لا الراجل فاهم صح، تدينه والتزامه واسلوبه وقله ظهوره على مستوى القنوات المرئيه او المسموعه او السوشيال ميديا مخلي الراجل واصل في حته معانا ان انا مركز وبس. صحيح. فانت الاداء بتاع فرقه الكابتن شوقي طاهر وفتوح ورمضان ومصطفى محمد وناصر ماهر وناصر منسي وعبد المنعم، لا كتير كتير لعيبه كتير، يعني مفيش حد بيتولد نجم، لكن في النهايه محدش عارف ممكن الدنيا تروح لفين، وكتير من اللعيبه قعدوا يمكن 23 و24 و25 سنه بيلعبوا كوره ومحدش يعرف عنهم، ومره واحده بقوا من اهم الاسماء والنجوم. مش هقول اسماء عشان محدش يزعل مني، التزامك بس دي اهم لكن حاجه، لكن صحيح وربنا ساعات بيسبب الاسباب، وطبعا في فرصه او نقله محدش دايما بيبقى عامل حسابها او متوقعها، لكن بتيجي تغير من الامر الواقع بشكل كبير. على مستوى الاوروبي يا ابو حميد، ايوه اما جارديولا عنده لاعب بس انا مش عارف اسمه، اما جه هيلعب جنب ميسي قال له انت هيحصل لك شرف انك تلعب جنب ميسي، هو اللي احرز الهدف اللي خده في البطوله. ايوه في حاجات، مجموعه صحيح. حاجات انت تبقى جاهز واما تجي لك الفرصه امسك فيها ما تسيبهاش. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي، هنتابع طبعا معاكم مع بدايه الاسبوع اللي جاي بدايه مشواره في بطوله افريقيا اللي في المغرب واللي بتاهل لاولمبياد باريس، ونتمنى التوفيق طبعا لمستر روجيرو ميكالي مدرب صاحب خبرات كبيره، نتمنى انه يحدث الفارق مع منتخبنا الاولمبي. بشكرك كابتن عمرو حبيبي، وبارك لك مره ثانيه، مبروك ال11 نورت الدنيا، عايزين الباقيين بقى ان شاء الله باذن الله ال12 هنتكلم بقى في ال12 مش سباعيه الاول الموسم ده، بعد كده ان شاء الله نتكلم في ال12 ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا كابتن عمرو الحديدي، طبعا نجم النادي الاهلي كان ضيفنا النهارده، نسعد بيك دايما وتشرفنا في السادسه حبيبي يا حميد، ربنا يخليك. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم. بكره حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها على ميركاتو ساخن او بدا ساخن جدا طبعا على المستوى الاوروبي، احنا لسه عندنا الموسم ممتد، نتمنى ان شاء الله تستمتعوا بيها. بشكركم على المتابعه مره ثانيه وتحياتي ليكم.